صار الحزن مرسوم حتى بضحكتي، ضايج لأن بغداد ما بيها أنتي. مساء الخير، مساء المحبة والسعادة مشاهدين الكرام، مشاهدين الرشيد، تحياتي لكم، أتمنى لكم حياة جميلة من كل قلبي. ضيف جديد وأخطاء جديدة في برنامج أخطائي لهذا اليوم، شاعر أبدع في كتابة القصيدة، كاتب أكثر من 300 أغنية عراقية وعربية، أتمنى له حياة جميلة من كل قلبي. رحبوا معي بالجميل أكيد لبيد هاني. مساء الورد، شرفتني ونورت برنامج أخطائي لبيد. مساء المحبة، مساء السعادة عليك وعلى جميع المشاهدين. حقيقة أنا سعيد جدا أنه اليوم أكون في بغداد بعد غياب طويل، وأكون في برنامجك اللي أنا أحبه ومتابعه من أيام ما كان إذاعي وهسه ما شاء الله تلفزيوني، وأتمنى لك التوفيق. وأعتذر منك شخصيا، حضرتك دعيتني للبرنامج من فترة طويلة، لكن بسبب إقامتي خارج العراق وانشغالاتي ما قدرت أحضر. الحمد لله هسه حضرت، وأتمنى تكون حلقة يعني تحسن الظن. نورتني نورتني نورتني، الله يعني ما ترهم بعد وياك، والله العظيم لو ترهم وياك من هذه قبل هاي، بس صدقني يعني من صدق بعد ما ترهم بعد وياك، لو ترهم بعيني الله يعوضك بغيري. كاتبها الجميل لبيد هاني، غناها حسام رشاد. لبيد كلمات جميلة، بس يحكي لي المن تقول الله يعوضك بغيري وبعد ما يرهم نرجع، لو ترهم بعيني. كانت كتبت هي في مرحلة معينة وراحت في وقتها يعني، وهي أشوف أجمل يعني كانت مهذبة يعني يعني أغنية بحجم الله يعوضك بغيري نزلت بألبوم حسام رسام، يمكن شالت الألبوم كله، ألحان علي بدر وكاتبها لبيد هاني، والله أغنية مرة يعني تريد بالبرنامج اليوم تمر مرور الكرام، لازم نعرف الموضوع لبيد. لا حقيقة هي يعني تجربة من التجارب بالحياة، وكان وصلت إلى مرحلة خلاص بعد ماكو مجال للاستمرار، فكانت الله يعوضك بغيري، وهي كانت تجربة عابرة وليس يعني ما أريد الناس يتخيلني تجربة عشق صادق أو كذا، يعني الأمانة تجربة مثل أي تجربة. والله برنامجك أخطائي هي خطأ من الأخطاء. أقول لك حساب. لا الحالة اللي كتبت على الأغنية كانت خطأ من الأخطاء. زين لبيد احكي لي وبكل صراحة، يعني أنتوا الشعراء من المعروف عنكم أنه على طول تحبون حب حب حب، يعني يقول لك يعني لازم اكو حب، اذا ماكو حب ما راح يمكن اقدر اكتب، ما راح اقدر ابدا. احنا خلينا نفرق، انتم مشاعركم حقيقيه صادقه لبيد، خلينا نفرق. حب له علاقه، هاي اكو فرق كبير. اي شوف انا يعني يمكن الناس يعرفون انا دائما صادق يعني، واتعامل ببراءه وما يعني طبيعي جدا. اكو حب واكو علاقه. زين بأغنية حسام الرسام الله يعوضك بغيري كتبت انت هاي الأغنية، حبيتها لو كانت مجرد علاقة؟ لا كانت علاقة. ربما حب من طرف واحد من جانب البنت يعني، بس مو من جانبي أنا. من جانبي كانت عندي تجربة وكانت قاسية وأكثر الناس يعرفون. لبيد وبكل صراحة يقال أنه بالفعل أنه شاعر ما يقدر يحب، ما يقدر يحب، مو مستقر أصلا الشاعر. شوف هو شاعر إنسان، الإنسان ايش يحتاج؟ الماء والهواء والغذاء والحب، لان الانسان بطبيعته كائن اجتماعي. الانسان كائن اجتماعي، لازم اكو حبيبه، لازم اكو انسان، يا لازم اكو كلام، اكو مشاعر متبادله، الانسان مو حجر. فهي الطبيعه البشريه هاي بالعكس. زين طيب لبيد انت شاعر غنائي جميل، احكي له بكل صراحه، ما اقول كم مره حبيت، زي قلت يمكن اكو حب، كم علاقه عندك؟ كم انسان ارتبطت بيه؟ اعطيني رقم، انت كشاعر كاتب اكثر من 300 اغنيه، اعطيني رقم كم مره بصراحه. كم مره حبيت؟ مره، مره واحده. نتكلم في موضوع حبيت مره واحده. والعلاقات ما اعرف يعني كثيره. ما تحس من الخطا انه تكون انت كثير علاقات بحيث تعلق هوايه ناس من الاخطاء شاعر من الاخطاء اللي انا مشخصها بنفسي. بس هل من الممكن معالجتها؟ بعدين شلون راح نعالجها؟ احكي لي خليها انسى. ليش تريد تعالج؟ شوف اكو اخطاء جميله، هي شوف الاخطاء نوعين، اكو خطا قاسي ياثر عليك، واكو ترى الاخطاء انبيه جميله، فهذا من الاخطاء الجميله. زين انت، زين انت ما راح تعلق وبكل صراحه بنات الناس بهواك يعني البنيه خطيه المسكينه. اسمع لبيد، لبيد من تشوف شاعر مثل لبيد يطلع بالفضائيات وحسام يغني له لم اطرح فكره الحب على بنيه. انا تطرح عليه الفكره. يعني انت اي بنيه تدق باب؟ لا لا مو اي بنيه تدق باب طبعا. او يا اخي انت ليش الا تريد مرحله الحب براسين؟ اكو صداقه، اكو اعجاب، اكو تهوه، هاي مو مرحله ان تعشق. زين ليش اليوم
قلق انت من اذكر طار النساء دائما اللي بيدهان يقول لك يقلق ليش كاسر قلب هواي بنات لبيد؟ ان شاء الله لا ما ما لا انا مو اكسر قلب لا لا انا زين انا الاحظ السبحه قاعد تديرها من اليمنى الى اليسرى موضوع بنات انا حتى من اكون قاعد وحدي بالبيت بيجي سبحه دائما يعني هاي فد ودائما بلون الملابس اللي بس عندي سبحه يعني يعني انت ما حاب تتميز بها اكو شاعر لا لا يتميز بزي معين اكو شاعر يتميز بمفردات معينه قبل ما قبل ما اعرف كشاعر انا بيدي سبحه قبل ما اصير شاعر معروف انا بيدي انا دائما بيدي سبحه يعني ها بيدك سبحه زين انا حتى بالبيت بيدي سبحه طيب لبيد انت شاعر جميل وانت صديقي تعرف انا اعتز بك كصديق وكأخ وراح حقيقه ممكن نتعمق اليوم بموضوع اخطائي اكثر اخذ راحتك وانطلق وما عندي تحفظ على اي موضوع اتكلم ادخل في الموضوع بما انك كاتب اغاني في موضوع اغنيه الفنان باسم العلي العلي تحياتنا للجميل باسم العلي نعم. يا ربي مشتاق له نعم. الاغنيه احنا نقول كاتبها انت من الجلد للجلد كلمات لبيد هاني بالتايتل شو كلمات لبيد هاني وحسين الشريفي تحياتنا حسين الشريفي تحياتي للصديق والأخ حسين الشريفي وأيضاً للفنان باسم العلي وبكل صراحة من أخطأ في حق الثاني؟ باسم العلي باسم أخطأ؟ العلي أخطأ في حقي كثيراً باسم العلي؟ نعم وليس في هاي الأغنية فقط في عدة أغاني أخطأ في حقي وأنا قلتها يعني في حوارات سابقة نعم أخطأ في حقي باسم العلي باسم العلي وقصر نعم تقصير وين؟ فنياً بالجانب الفني الشعري والغنائي قصر جدا معي يعني وحتى كصديق قصر جدا يعني في الجانب الانساني وفي الجانب بالضبط انت تعال احكي لي بالجانب الفني حتى المشاهدين يعرفون الجانب الفني يا ربي مشتاق له اولا اي الالبوم انا سويت اياه واني وديته على الشركه اللي انتجت الالبوم واللي وزعت الالبوم زين ليش أوكي. انت وديته هو ما يقدر يروح هو وقسم يعني ليش انت انت شاعر في ممكن ما اطول في هذا الموضوع زين عندنا هواي سوالف احلى نحكي بيها حقيقة يعني. الناس ما يهمهم احكي لي شلون الناس ما يهمهم انت قلت اغنية يا ربي مشتاق لك اغنيتك طلعت مو باسمك وتقول فنان بحجم باسم عدة اغاني مو بس وبكل صراحة والله حرام والله حرام بالالبوم نازلة باسمي مرات نزلها باكثر مكان باسم لبيد وايضا اسم شاعر ثاني وياي عدة اغاني مو بس هاي زين لبيد ما دام عدة اغاني انت قلت هسه اقلب الموضوع لان الموضوع باسم العلي ما احب احكي به هو باسم العلي واكو اغاني الك صايرة الغيرك فأخطأ بحقك هو فممكن أخطأ بحقي كثيرا جدا وبقساوة لكن أنا ترفعت عن الرد ترفعت جدا مو أي موضوع يستاهل ترد علي وتقعد تناقشه تناقش الأفكار الكبيرة هي هاي الأغنية يا رب مشتاق له حبيب الغالي يا رب مشتاق له كلمات لبيد هاني طلعت باسم شاعر آخر حسين الشريفي ما تكلمت معاه هو باسم طيب ما برر لك هو باسم وقتها قال انا كاتب له عده كوبليهات بالاغنيه قال ها مو انا اخذت كم مفرده كمل اياها حسين الشريفي والله حتى ما اتذكر يعني يجوز مكمل بيها واني ما منتبه بس حتى لو انا كنت يمه وانا مقيم في عمان وهو كان ايضا في عمان بيت عن بيته قريب جدا والتليفون موجود انا صاحب الاغنيه وانا اكمل جميل كلام. يعني ما متي ثاني حتى يكملون اغنياتي وحدني طيب غير اغنيه شنو اللي قصر معك باسم علي غير والله حرام اغنيه للام والله هواي اغاني والله ما اتذكرهم كلهم وعيونك ما اتذكرهم كلهم يعني وبكل صراحه انه تعترف انه باسم هو اللي قصر اخطا في حقه طبعا طيب ممكن احنا نصلح هذا الخطا بين نتصل بباسم نقول له تعال نرجع للماضي اغاني حلوه عندنا مع بعض نشتغل من ثاني كانسان ما عندي خلاف وياه كفنان كفنان نعم أخطأ في حقي تكتب له مرة ثانية لو إذا طلب أي ممكن وهذا الخطأ أفكر مو أكيد تفكر مو أكيد أي يعني ما حسب العمل إذا عمل شوف باسم بعيدا عن هاي التفاصيل باسم فنان كبير وله أعمال حلوة وأنا أحب أغنياته حقيقة حتى المو إلي أغنياته القديمة أحبها كل شيء زين إذا طلب ما يخالف يعني بالأجر اللي أنا أخذه وبالمقابل أعطي التنازل عن الأغنية طيب زين لبيد وبكل صراحة العراق ما شاء الله عليه به هواية شعراء نعم. ليش قبل وحتى هسه حاليا الشعراء الغنائيين ما يتعدون بالجو يمكن عشرة زين الأغنية شنو بيها اللي صار احكي لي شنو اللي صار الأغنية بيها لعبة شو مو هي تعرف الأغنية شوف الأغنية أحيانا يدخل بيها الحرفة
يعني بكثرة مو مثل القصيدة. قصيدة ساحة مفتوحة تلعب بيها براحتك. الأغنية تدخل بيها الحرفة، تدخل بيها اختيار المفردات، تدخل بيها اختيار الموضوع. يعني هي يعني تحتاج تفكير شوية ببساطة، وبمرور زمن يصير عندك خبرة تقوم تجيب الموضوع وتجيب المفردة. لبيد أبد هذا مو سؤالي، وأنت تعرف بالضبط نزار الفارس إيش يقصد لبيد، وبكل صراحة آلاف الشعراء الغنائيين حاليا ليش ما قاعد نشوف بالساحة غير يمكن 10 ولا حتى أقل هم من 10 ما جاي يعرفون اللعبة، ولا الملحنين والشعراء هم اللي ما قاعد يعطون مجال كموضوع لا احتكار. لا لا. أي ملحن أي مطرب من يشوف نص حلو يستحق يكون أغنية مهمة يغني بغض النظر عن اسم الشاعر. والملحنين لحد الآن ما قاعد يشوفون آلاف الشعراء يا أخي ديدزونهم ونصوص حلوة لكن مو غنائية. هيكلية النص الغنائي يختلف عن هيكلية القصيدة. شعراءنا الآن دي يكتبون قصيدة يغيرون بأوزانها مو بهاي الطريقة. زين وبكل صراحة احكي لي الأغنية العراقية حاليا أنت راضي عنها؟ إحنا باليوم خلينا نقول يمكن تطلع لنا 30 أغنية 20 أغنية. يا أخي الحروب دمرت الأغنية العراقية. الأغنية العراقية 100,000 مطب طبت مرة. شوف الأغنية العراقية هاي اسمعني بيها. الأغنية العراقية أساسا أغنية ريفية تمدنت في مرحلة من المراحل طيب على إيد رضا العلي وعباس جميل ثم مرورا بطارق القرغلي محمد جواد أموري محسن فرحان ثم جت مرحلة الثمانينيات حروب صارت أغنية تعبوية تعبوية جدا ليست وطنية. خلي الناس تبون هالفكرة أكفرك من التعبوية والوطنية. صارت الأغنية تعبوية حرب الأغنية كلها رصاص مليانة رصاص. انتهت الحرب صارت فترة التسعينيات رجعت الأغنية عاطفية طلع جيل حلو طيب طلع جيل أغنية هادئة رجعت وراها حرب رجع أكو حصار مر بالأغنية. الأغنية العراقية دائما تمر بوعكي لكن حافظت على تميزها حافظت على تميزها وعلى رقيها المتعارف عليه. زين طيب احكي لي انت هسه حاليا بهذا الجيل نعم. انت شاعر غنائي نعم. انت راضي عن الاغاني الموجوده حاليا؟ 98% من الموجود حاليا مو اغاني فوازير وطقطقات. 98% ربما اكثر حاليا. اي انا انصفت البعض من 98. زين احكي انصفت من 2% يعني. طيب البعض من يقول هاي الاغنيه اغنيه مسيئه للفن العراقي وهاي الاغنيه هابطه، انت اعطيني مثال، اعطيني مثال على الاغنيه المسيئه ومثال على الاغنيه الهابطه. ما اعرف شلون اعطيك مثال. انت شاعر غنائي لبيد معقوله ما سامع وما متابع؟ الاغنيه الهابطه ياهو اعطيني مثال قول لي واحد مطرب ما اعرف شو اسمه اي هبط باغنيته وكان اغنيته كلها سرقه. شو اسم الاغنيه؟ والله ما اعرفها بس هي تدري مين بايكه؟ سرقها من قصيده الي، سرق القصيده 3 مرات. اي القصيده اثار خطوات، ما عندي قلب يتحمل فراق ولا روح يحمل وحشه مسيه، اخذ هذا البيت سوى اغنيه. من المطرب محو ولا ما تعرف المطرب وهو ساعه ما اتذكر اسمه وداعتك وداعتك ما اتذكر اسمهم داع لفداعتك انت تعرف بها بيت يقول على وجهي ملامح فاقد اعزاز بينت وانكسر قلبي علي اخذ سوى اغنيه ثالثه بها بيت يقول احس قربت منيت وانت ما جاي عليك الله تج قبل المنيه اخذ سوى اغنيه ثالثه الشريكي زين طيب لبيد يعني انت تقنعني بان انت هذا هابط هو بفنه هو بفنه وبغنيات هابط ليش؟ لان اغنيته طلعت سرقه كلها. طيب لبيد قلبي بس اسمح لي يعني انت تريد لا تتقاطعني لان انت تقنعني قاعد تريد وتقنع المشاهدين بان اكو مطرب سرقك 3 مرات ثلاث من نفس القصيده يعني 3 اغاني سرق منك وما تعرف اسم المطرب. ما مو مهم لدرجه يظل اسمه ببالي هو الولد يعني ما يعني سمعوني يا بسمع فاسمع واضحك يعني. زين طلعت كلمات من شنو؟ ما انتبهت والله ما انتبه يعني يا شنو القضيه قالوا يا فلان سمعت ضحكت يعني عادي كلش كان طبيعي وبارد يعني راسك تتخبط بالاستكان ما شيء. طيب هاي اغنيه هابطه انطيني الاغنيه اللي تسيء للفن العراقي اعطيني مثال. هو ايضا انطيني واحده منها ضروري ضروري لبيد لابسه سودي العروسه لابسه سودي العروسه عذرا طبعا ما اعرف شنو من الكادر اللي اشتغل بيها اي لكن الاغنيه مو هاي الاغنيه العراقيه لابس اسود الاغنيه العراقيه مو بهالشكل. زين انت قلت هاي المسيئه للفن العراقي طيب انطيني اغنيه من الجيل حاليا مشرفه للاغنيه العراقيه بحيث هاي الاغنيه هي هاي الاغنيه الاغنيه العراقيه الحقيقيه من الشباب انطيني مثال عليها. من الاغاني الجديده يعني؟ اي حبيبي بعين لك دمعه كلش حلوه اي حلوه مو جدا رائعه مو جميله راقيه كلش حلوه. طيب
الاغاني اكيد اكو عندنا اغاني حلوه وعندنا اغاني بعض من يقول انه هاي الاغنيه تسيء للفن العراقي زين في موضوع الالقاب كنتم شعراء غنائيين منو اللي يستحق لقب جدار الاغنيه العراقيه من يستحق هذا اللقب بحيث الا هذا اللقب من جيلنا ويا الميالي هو طبعا سابقني على فكره يعني سابقني بهواي يعني بس قصدي من احنا الموجودين يعني هو صاحب هذا اللقب زين انت ويستحقه اي اعرف قلبك انت كشاعر غنائي وبكل صراحه مقتنع بان هذا اللقب خلاص اي يستحق ضياء يستحق اعمال حلوه عنده اعمال تجنن ضياء يعني بالمناسبه احنا من عشاق ضياء ونموت على ضياء الميالي نفتخر بضياء اولا بس كلقب انت مقتنع اي مقتنع بيه ضياء شاعر مهم مهم جدا وصديق حبيب وشاعر مهم وشاعر قصيده مهم وشاعر اغنيه مهم ولست بمعرض التقييم انا حاليا لكن هذا الواقع طيب من الابرز حاليا على الساحه من الشعراء الغنائيين اعطيني اسم بحيث تقول فلان هو الشاعر البارز بيننا احنا كشعراء غنائيين البارز البارز قصي عيسى وضياء الميالي الابرز ما اعرف الابرز بكفه واحده اعتقد يعني الاجمل ماكو شاعر اجمل من شاعر اكو عمل اجمل من عمل طيب اكو عمل اجمل من عمل ك معظم اعمال ضياء الميالي ومعظم اعمال قصي عيسى من الاجمل يعني بالله عليك انا سامع كل هذا الكم الهائل من الاغاني يعني احنا انا ترى عندي اعمال انا ما اسمعها حقيقه يعني اعمال الي كتاباتي اسمعها بس من اجل انه ما بيها غلط يعني وراها ما ارجع لي. طيب ما تحس من الخطا بين تقول انه انا ما تابع اعمالي وما تابع لا مو ما اتابع مو ما اتابع مو ما اتابع انا من اريد اتونس بغناء اي انا من عشاق ام كلثوم اللي الكل اسمع ام كلثوم واسمع نجاه الصغير واسمع ميادة اسمع اعمالي من اجل اشوفها بيها غلط لو ما بيها غلط حلوه تمام ما عندي ملاحظه شكرا جزيلا تنزل للناس تبدي مرحله تتابع اصدائها بس مو اظل قاعد اسمع بيه طيب ماشي زين لبيدو بكل صراحه انت شاعر غنائي بهاي اعمالنا احنا الغنائيه وصلنا للعربيه بحيث المطلوب أيوة وصلنا بقوه بقوه اي لكن بها جانبين في فتره من الفترات صدرنا السيء صدرنا الرديء وهاي يعني غلطة زين طيب ليش اعمالنا ورا شهر ما نقدر اكو اغاني كثير من الاغاني ورا شهر ما تقدر تسمعها ورا شهر ما تقدر تسمعها خلص هو هذا محرقة صايرة وقلت لك من البداية طقطوقة هاي هاي اللي انت تقول ما اقدر اسمعها بعد شهر هاي الموغنية هذا دليل على انه موغنية حقيقية طيب انت كاتب اكثر من انت كاتب اكثر من 300 اغنية في اغنية من الخطا انه انت كتبتها تقول هاي الاغنية انا ما راضي عليها لا 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 انا من استعرض اي منجزي بالغناء اكون فخور جدا يعني لبيد ما عندك اغنيه فيها خطا انت نادم عليها؟ لا ما عندي. حقيقه ما عندي خطا بالاغاني. 300 اغنيه انت كاتب وما بين خطا. ما عندي طبعا 300 يجوز اقل يعني مو بالضروره 300 أي. يعني بس ما عندي اغنيه نادم عليها لان كل اغاني انا مشتغلها بشعر وليس مشتغلها من اجل ان اطلع اغنيه يعني. فبالعكس ما انا حتى الاغاني السريعه قليله جدا يعني. طيب. يعني قليله جدا عندي الاغاني السريعه. وكل اغنياتي موضوعيه يعني وانت من الناس تعرفني اغانيك انت جميله طيب من اللي حضرتك اخطات في حق اليوم في برنامج اخطات تقول انا اللي اخطات بحق فلان وحاب اليوم اسلم عليه في برنامج اخطائي واقول له انا اللي اخطات في حقك وتحياتنا لك اتمنى لك حياه حلوه من كل قلبي ثق معي ثق المقربين يعرفون يعني انا جدا يعني بعيد عن المشاكل وبعيد عن النقاشات الحاده وبعيد عن كل هاي الامور يعني اني حياتي كلها العب رياضه اقرا واكتب شعر طيب منو اللي هو اخطا في حقك طيب انا اليوم احس ما شاء الله قاعد اليوم في برنامج اخطائي ملاك ما عنده اي خطا احس فيك ملاك بس ما تطلع جناحات منك لبيد هذا اليوم باللقاء زين احكي لي منو اللي اخطا في حقك هو اكثر من اخطا في حقي هو اني احكي لنا اكثر اخطات بحق نفسي وايد من على مزاجية العالية أخطأت بها هواي أخطأت بقرارات مصيرية كانت مثل يا قرار يعني أكثر أمور شخصية حقيقة يعني بس أخطأت أنا أخطأت في حقي هواي هواي أخطأت في حق نفسي أخطأت في حق نفسي لما تعاملت مع مطربين كثيرا يعني أوكي أتعامل مع المطرب مو خطأ لكن من أتعامل كثيرا معه خطأ أعطيني مثال باسم العلي انت شو بك يا باسم اليوم انت بك يا باسم اليوم انت تحكي مو انا بعد يعني هو على يعني الصعيد الشخصي اخطات هو في حق نفسي حقيقه طيب لو يعود بس الزمن. شوف اخطات شوف مو
اكو اخطاء يفرضها عليك الزمن، تفرضها عليك المرحله، واكو اخطاء انت تفرضها على نفسك، يعني في مرحله من المراحل تشوفها صح لكن مستقبلا تطلع غلط. يعني زين لبيد، وبكل صراحه ما تحسه من الخطا بان من بعد 2003 افتي العراق وسافر؟ طيب طولت بالسفره ما رجعت لبغداد، ما تحس انه هذا خطا انه انا طولت؟ لا، بجانب ايجابي وبجانب سلبي طبعا. الجانب الايجابي قدمني للناس وقدرت اقدم اعمال اكثر وقدمت نفسي على مستوى عربي عالي، لكن وايضا اخذ من يعني من ما شبعت من وطني. ماشي بعد من وطني. طيب انت حاليا في عمان، احكي لنا موضوع اسرار الوطن، وصلت لك العمان اسرار الوطن؟ يعني العراق انكشف وصل العمان وصل الى بقيه الدول، احكي لنا عن اسرار الوطن يا اسرار البيت. الوطن واصل حتى للمريخ. هي ما عادت اسرار على فكره، هي فضائح. احنا ما عندنا بالعراق اسرار، عندنا فضائح، لان ابسط طفل بالشارع هسه يقول لك ماذا يدور في مجلس الوزراء على سبيل المثال. يعني أسرار الوطن قصيدة كتبتها على ما أعتقد 2010، وقرأتها في مهرجان كان أسبوع ثقافي عراقي في عمان. طيب، في نفس يوم، في نفس هذا يوم المهرجان صار يوم دامي في العراق، أتوقع يوم ثلاثاء، كان ثلاثاء دامي ولا أربعاء دامي، يعني ما شاء الله بصايت الله والربع، يعني كله أسبوع صار دامي. فالصبح انا قعدت شفت هاي التفجيره، فكتبت القصيده وقرأتها في المهرجان واخذت صدى واسع جدا. بعد فتره لحنها وغناها صديق والاخ الفنان حسام رسام اسرار الوطن. اسرار الوطن بعد فتره كان يومها مظاهرات 25/2/2011. نقدر نسمع كم بيت من اسرار الوطن؟ أوكي. يا لبيد اوكي، حتى نتذكر الاغنيه. يقول لك واحد اكو واحد مشى وما هم ضيم الناس، لأن باع الوطن ما تهمه بس روحه. وكو واحد يصرح بطل بالتصريح، لأن قطرة خجل ما عنده ممسوح. وكو واحد تشيل الغيرة من يطيح، لأن دم العراقي يسيل بجروح. وكو واحد تشيل اللوحة من يموت، وكان نهر الفرات ممدد بلوح. وكو واحد يساوم على الوطن على الناس، ومني يروح كلها تشت مبروح. العراق بيا وقت ينزف قهر وجروح، وعلى جروف السلام أطفال مذبوحة. وبغداد الحنين بلا هوى ولا ماي، ونخلات الوطن على القاع مطروحة. بعد إلما النعاتب والعتاب يضيع، واسرار الوطن لعداء مفضوحة. اش قد رقاب طلع الساومت على القاع، بس والله كلها رقاب مذبوحة. بس هو العراق اش علوة مني يعود، خيرهم بعد ما يقدر يلوح. طالت يا وطني الغالي امتى تعود، مو سرك كبير وخايف مبوح. الله عليك، احسنت احسنت احسنت، الله يسعدك، صح لسانك، اشكرك. قصيده جدا جميله، وغناها الفنان بصوت الجميل حسام رسام، واثرت حقيقه. هاي الاغنيه اثرت واشتهرت، يعني توقيتها ايضا شهره جدا جميله. طرحها كان مهم في كان مهم يوم 25/2/2011، كان مظاهرات على ما اعتقد في العراق، مظاهرات قويه. احسنت، اي فكان توقيتها صح، والاغنيه ايضا اداها غناها يعني الفنان حسام رسام بهذا الاداء الكبير، ولحن هذا اللحن الكبير، وتوزيعها الموسيقى ايضا للصديق والاخ منير جعفر، تحياتنا له. لبيد، وبكل صراحه من انت جاي بالطريق وبرنامج اخطائي، قلت يا سؤال حاب نزار الفارس يسالني اياه، طيب يا مساله انت متندم عليها ومن اخطائك عملتها، واليوم حاب تحكي لنا بهاي المساله يا لبيد. وكنا نخطا، ولكن مو عيب نخطا، ولكن العيب ان ما نتعلم من خطانا يا لبيد. اخطات في مرحله من المراحل، كان المفروض استعجل، وشاء القدر، ما يعني حتى لو مستعجلوا القدر يريد يصير القسمه يعني، وخلاص يعني اخطاء. هو الخطا هواي حقيقه، الخطا هواي ودعتك، والمرحله فرضت علينا ان نخطا هواي. احنا يمكن ماكو جيل بالعالم عاش الرعب اللي احنا عشناه، ولا عاش المجهول اللي احنا عشناه، يعني كانت مرحله قاسيه جدا، وكنا مضطرين ان نخطئ.
طيب وبعدين ورا ما اخطانا شلون انت تعالج خطاك يا لبيد؟ بكل صراحه بحيث انت من تخطا يعني تقعد بينك وبين نفسك تعادب نفسك تقول يا لبيد ليش يسوي الوم نفسي لازم ارجع مره ثانيه. جلد الذات عندي يا اخي، جلد الذات وتانيب الضمير. شوف اللي اقدر اعالجه اعالجه، واللي ما اقدر اعالجه اتركه لله سبحانه وتعالى. طيب خلينا نتعمق اكثر اليوم ما دام انت شاعر غنائي في موضوع الفن، من الملحنين اللي حقيقه ترتاح من تتعامل وياه وتحب ان تقول عندي ناس معين يا ملحن اتمنى انت اللي تلحنه يا ملحن يا حقيقة انا تعاملت مع كل الملحنين تقريبا الموجودين، لكن اذا تسالني مع من تحب تتعامل اقول لك مع مهند محسن. مهند محسن اي ابو علي، مهند محسن صديق قريب جدا واخ وحبيب ويملك الوعي والثقافه الموسيقيه العاليه جدا وايضا علاقتي القريبه بي يعني يفهمني وافهمه. فاحيانا يعني اكو نصوص اكتبها مثلا اعطيها للملحنين او للمطربين، اكو نص اشعر هذا لمهند محسن فيعزل لمهند محسن. مو بدينا اغنيه في قمه الاحساس العالي وفي قمه الروعه كاتبها اكيد ضيفنا لبيد هاني، وما شاء الله مهند محسن يعني في تاريخه ما تلقى اغنيه هابطه، ما تلقى اغنيه موسيقيه. نتمنى من جميع الفنانين يمشون مهند فنان على خطى مهند محسن. فنان حقيقي مهند محسن، فنان كبير كبير بمعنى الكلمه، مطرب كبير، ملحن كبير، يملك الثقافه الموسيقيه والعامه. طيب بشكل عالي جدا. هاي الاغنيه اللي هي اغنيه مو بدينا حضرتك كتبتها، بس فيها خطا هاي الاغنيه، اليوم حابين نوضح هذا الخطا. البعض من ما يعرف انه هاي الاغنيه كلمات لبيد هاني يمكن نزلت على روتانا. اي في وقتها على روتانا، هي الاغنيه نزلت في وقتها على قناه روتانا. اي وتعرف احنا الاعمال اللي تروح عربي اكثر الناس يمكن مرات ما تنتبه للتايتل. التايتل ما تعرف كلمات منه. فهي الاغنيه من بدايات الاعمال اللي نزلت لي في روتانا. والحان كلماتي والحان وغناء الفنان الكبير مهند محسن. ومن الاعمال اللي اعتز بها، وايضا عندي اعمال جديده جدا مع مهند محسن وكبيره وراح تكون مفاجاه حقيقه. طيب ان شاء الله ما راح ومنها اكو اغاني لنجوم عرب من كلماتي والحان مهند محسن. نتكلم باعمالك ان شاء الله، بس اليوم حاب اغير مود انا وياك، انت شاعر ومبدع، سمعنا ابداعك، اليوم حابين نسمع ابداعك لبيد، ايش حاب تسمعنا؟ بس تسمعني وراها؟ انت شاعر؟ اي يصير اقرا وحدي؟ شاركك في ناس غنائي ممكن انا كاتبه وقت. طيب يا ريت يلا. هاي قصيده جديده يعني. قول غرورك غرورك مو ذنب، لا والله احلى تصير. غرورك مو ذنب، لا والله احلى تصير. وغلاتك عادي ما يحتاج لك تبرير، اصلا لا مفكر لا حسبت حساب، ابذر بالسنين الما صفت تبذير. اختلافات القدر بيناتنا مبينات، ركز بيها ما يحتاج لك تفكير. عدكم كل شبر من العمر محسوب، واحنا هناك عدنا بكل شبر تفجير. ادور لك عذر يلبية ما تنلام، ادور لك عذر يلبية ما تنلام. معذور وغلاتك ما بدر تقصير، ما غلطان اذا تذبحني بحجايات. لا حاشاك يمكن خانك التعبير، بيه هواي تقدر تعترض وتلوم وتلح وياي ويفز الجرح الكبير. وتقدر تستلذ لو بس شفت نحتار، بين يصير عيش وبين لا ما يصير. حيرتنا قبلنا وتستمر للموت، قبل ما ننولد بالدنيا نبدي نحير. ونحسب يمتى تخلص واحنا باول يوم، نحسب يمتى تخلص واحنا باول يوم. ما بين الكذب والموت والتنظير، وندير الوجه ونغض طرف ونروح، وبجفوف اللي ضدنا الدنيا بينا الدير. احنا اسرارنا الما تشبه الاسرار، مفضوحين واحنا اللي ترسنا البير.
احنا اللي نصبح كل صبح نصين، نص ميتين نص بساحة التحرير. هذا احنا وطننا، وهي هاي الناس. وقبل ما اروح اقول لك جملة للتذكير، غرورك مو ذنب، لا والله احلى صير. غرورك مو ذنب، بالعكس احلى صير. الله عليك يا حبيبي. اسالك إيه؟ اسالك ليش يا عيني نسيتي بينك وبيني؟ هل قد ما بكت هالروح ذابت والله بيدين؟ مشيتي وحتى ما قلتي ظلت روحه مقهوره، احس دنياي من بعدك ظلمه وجنها مهجوره. احس بداخلي مجروح واكبر جرحي من طولي، لان الناس هاي الناس عافتك يقلولي. احس بداخلي مجروح واكبر جرحي من طولي، لان الناس هاي الناس عافتك يقلولي. وكابر اني رغم الصار احاول القاكم اعذار، وكابر اي اني رغم الصار واحاول القاكم اعذار. شبت بياني النار ومنه اللي يطفيني؟ هل قد ما بكت هالروح ذابت والله بيديني؟ قبل هواي تتوسلين عن نظرات والهمسه، هسه شبيك يا عيني؟ ياهو اللي غيرك هسه؟ هدايا هواي لعيونك كنت جايبها صح اني، هسه بكل صلافه عين تنطيها لشخص ثاني. اسالك ليش شو هسه نسيتي بيني وبينك؟ مو بسدك الف بوسه شو ما وقفت بعينك؟ اسالك ليش شو هسه نسيتي بيني وبينك؟ مو بسدك الف بوسه شو ما وقفت بعينك؟ وكابر انا رغم الصار احاول القاكم اعذار. شبت بي اني النار ومنه اللي يطفيني؟ هل قد ما بكت هالروح ذابت والله بيديني. سلام سلام سلام. حلو والله، رائع ما شاء الله، يعني انت شاعر متمكن ورائع، نزل مو قدامك يعني حقيقه. حياتنا اكيد لكم مشاهدينا الكرام، اتمنى لكم حياه حلوه من كل قلبي. رجعنا لكم وضيفنا اكيد الشاعر الجميل لبيد هاني، شكرا لان سمحت لنا نقرا وياك يا لبيد. بالعكس انت ما شاء الله عليك شاعر متمكن ورائع، وتعرف انا احب كتاباتك وجدا سعيد ببرنامجك واسمعك. الله يطول عمرك. طيب خلينا نرجع نتعمق في موضوع الاخطاء انا وياك. نعم لبيد، احكي لي بصراحه، يقولون لبيد خارج العراق من يدعون الى مهرجانات وطنيه. طيب انت خارج العراق ومهرجانات وطنيه، ممكن كان نروح نقرا قصايد حلوة في حب الوطن؟ لبيد ما يلبي الدعوات، ولكن لو يدعون إلى مهرجانات في الجامعات يلبي الدعوة، يمكن يروح أول واحد. أحكي له بكل صراحة، لأن جامعات، لأن بهن النساء، يعني ممكن صراحة. والله بصراحة أنا جدا أعشق النساء وأحب النساء الحسناوات. طيب وين ما أكو بنات حلوات أروح أقرأ؟ يزين مو المهرجانات الوطنية ممكن نلقى بهن بنات حلوات. خلجيك حتى أنا رجل صريح، اي انا اقرا نعم في اي مهرجان جامعي، واحيانا من تدعون الجاليات العراقيه في الجامعات العربيه اروح اقرا حقيقه يعني. لكن انا موقف معلن، اي شوف موقف معلن وسجلها عني للتاريخ، انأى بنفسي عن المشاركه في اي مهرجان مدعوم سياسيا مهما كان المهرجان ومهما كان الداعم. انأى بنفسي جدا وما اروح مهرجان تسوي الجاليات العراقية أروح وأقرأ، مهرجانات جامعية أروح وأقرأ. لكن بدليل، شوف قبل فترة أنا قاري في مهرجان سووا الجالية العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية، وطلبت الجالية العراقية
سووه في مبنى السفارة العراقية في الأردن اللي رعت المهرجان مشكورة، وسعادة السفيرة صفية سهيل تحياتنا لها مشكورة، رحت قريت به لأن مهرجان منظمته الجالية العراقية برعاية السفارة، رحت قريت به. لكن مهرجان تدعوني به جهة سياسية، لا والله أنأى بنفسي عن المشاركة في هذا المهرجان. طيب. ومثل ما قلت لك سجلها عني للتاريخ، يعني لبيد حتى أعاتب خاف اليوم. طيب زين أنت يعني كل المهرجانات السياسية، خلينا نقول كل المهرجانات تصير خارج البلد مدعومة سياسية، يعني تقنعني بأن كل المهرجانات مو قلت لك المهرجانات الأخرى أشارك بها لكن مدعومة سياسيا، أنأى بنفسي عن المشاركة يا أخي ما أشارك بها. هم يقولون لا أي مهرجان في موضوع قراءة وطنية للوطن ما يروح فقط، لا 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 مو دا أقول لك ذاك اليوم، ذاك اليوم دا أقول لك بالسفارة العراقية في 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 الأردن قرأت وكلش طولت على المسرح والناس كانوا كلش متفاعلين وياي، كلش كانت حلوة القراءات، واكثر من مهرجان في في المملكه الاردنيه. انا اساسا مسافر بعد كم من العمال عاود مهرجان راح اروح اقراهم، يعني اقرا بيهم يعني بس جامعيات همين ابي بنات هم بنات يا اخي يعني اكو اجمل بالدنيا من ان تقرا شعر وقدامك نساء جميلات؟ اكو اجمل؟ اذا اكو اجمل قل لي قل لي حتى مو صحيح حتى روح احرجني. طيب الوطن اجمل من النساء يا لبيد هان، الوطن اجمل من يدعوك المهرجان في منو وطن قد انت كتب اغاني وطنيه وكتب قصائد وطنيه. انا في اليوم منزل البوم بثلاث قصائد وطنيه. هاي شو ما حد يحكي فيها، ثلاث قصائد وطنيه في البوم واحد وعشرات الاغاني الوطنيه ومشارك بمهرجانات وطنيه تسويها الجاليات. لكن جهه سياسيه تسوي مهرجان حكومي مهما كانت الجهة ومهما كان المهرجان، أنأى بنفسي عن المشاركة يا صديقي. السبب لأن ما مقتنع بهم ولا مؤمن بهم ولا أتفق لهم بأي فكرة، بالعكس تقاطع لهم جدا. أيوة بنات حلواتي والله روح، جاء لي ناس حلوين، ناس مؤمنين، ناس يحبون وطنهم، ناس عانوا من فراق وطنهم طبعا، ناس طيبين، العراقيين طيبين. اي نعم طبعا انت من حقك تروح للمهرجانات وتلقى نساء حسنوات يقولوا لك الله لبيد واعد. انت تعرف فؤاد المهندس يقول اذا عبد الحليم من يغني الجمهور ما يضحك قدامه ويقول له الله تنسد نفسه، فاحنا ما نريد تنسد نفسك يعني يا لبيد. لا لا على طول مفتوحه، اكيد نفسي مفتوحه طالما انا بينكم بالجمعه الحلوه يعني الله شغل. طيب على طال المهرجانات شو الموضوع عندك بعد ما نموت كنا حتى شلون موضوع الرئيس يعيش وشطرنج ومسوي مشاكل انت بهاي القصيده، احكي لنا عن موضوع القصيده السياسيه. ايوه طبعا البعض قالوا اخطأت، لكن انا ما اخطأت بالعكس، هاي واحده من خطواتي الصحيحه. في مهرجان كبير اي وكان قاعدين بشخصيات سياسيه تمثل الدوله العراقيه اي ان وجدت. اها طبعا العراق حاليا مو دوله، العراق موجود اقول دوله او اوكي الحكومه ان وجدت. عموما ثلاث لا انا اقول لك ترى لا تخلينا نحكيهم كلين اوكي، وش يمنعك ما تحكيهم كلين؟ خليها خليها النار بقلبي. عموما فكان موجود احد الشخصيات السياسية. انا صعدت قريت بعد كافي، بعد كافي اللي يجيك تواكح وياه مو يرمي الرمح وتصيح بالريش، وبعد كافي شعبنا يصير شطرنج كنا نموت حتى الرئيس يعيش. الله من صار العراق لحد الآن أي رئيس حكمنا يريدنا نموت حتى هو يظل عايش بالحكم، ودخلونا بمليون حرب على هالأساس، فهمت شلون؟ وإحنا نقول نموت من أجل أن يظل العراق، وإحنا فعلاً نموت من أجل أن يظل العراق وليس من أن يظل الرئيس بالحكم. وشنو اللي صار؟ نزلت قالوا لي ترى هذا الشخص كان يمثل الحكومة، هو كان سفير سفير العراق في دولة ما، قالوا هذا السفير حتى ما حرجه طبعا ما دا أذكر اسم الدولة، قالوا هذا السفير يمثل دولة يعني يمثل الرئيس بالنتيجة. قلت لهم إيه أنا دا أقرأ للناس، هو من ضمن الناس فما عنده مشكلة يعني. هاي الآلاف كلها صفقت وفرحوا، وست مرات عدت البيت ما شاء الله أخلص وقل أعد 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 ست مرات. إذا هو وحده ضاج وأنا متأكد هو بداخله صح الله بس لأن هو يحمل صفة رسمية ما يقدر. وعلى فكرة بعد ما طلع من المنصب التقينا وقال لي يا سلام على هذا البيت. جميل كلام جميل الكلام. طيب رد نسمع شيء منك ثاني، احنا اليوم طمعانين انت كريم، احنا ان شاء الله نستاهل يا لبيد. اكيد تستاهل، اكيد تستاهل. انت بما انك تحب النساء
احكي لنا بحق النساء قصيده حلوه نهديها. هي المحادثه بها النساء قصيده. يلا اوكي نسمع نسمع نسمع. قول مو فهمتك مو فهمتك مو قلت لك ما حد ينصفني مو فهمتك مو قلت لك ما حد ينصفني مو قلت لك خلينا اسرار ولا ياهل يجي يسولفني مو دليتك وين جروحي وقلت لك احنا بابعد ديره وما بيها حنين يعرفنا مو تدرين الموت ببابي وشبر بيني وبين الدفن ليش تخليني بهالموقف ترضيني شيعني ويرجع كل واحد منتظره يزفني واني انا الحاير بس بعيونك آني التاكل بي يظنوني ويومين مطول بالصف آني الحالف بس وعيونك وعيونك ميت من حس آني الراح يظل يموت وراح تظلين انت بنفسي آني الراح يتاني ببابك آني الراح يتاني ببابك وانا الراح يسولف قصتك للبيت وحيطان الخرس انا الراح تغني جروحه ويتلذذ من ينعو ويصرخ لو شاف غيرك راح يلمسي انا الما حاسب لفراقك انا الما حاسب لفراقك يا تعبي وغلطان ونادم من ظنيت الحظ يحرسه من ظنيت البحر نعبره وعبرنا وكل ما نتقرب يبعد عن جيتنا المرسى ونحسب كم روجة نعديه وكم احساس بطعم الموت المجبورين بيوم نحس واصلا خفنا بيوم نحس وناديت وونيت وقتلك مو فهمتك مو فهمتك أشكرك جدا. لو بيدي حقيقة لو بيدي أني ولا أخليك تروح. مخرج زميلي تطلبني منه أطلع حاليا أبوش عيونك ليش؟ لأن هو من قرأ القصيدة إجاب بالي السؤال من قرأ القصيدة وهي الأغنية الفنان قاسم سلطان كاتبها هو عن قصة حقيقية حسها الشاعر لبيد هاني. لبيد هاني متى تنزل دموعك؟ نذكر يا مسألة لبيد هاني يحزن ويدمع عليها وتذكرت من بهاي الأغنية؟ يعني هي تجربة الحب المريت فيها كانت قاسية اي جدا كانت قاسية. فأنت حتى بالقصائد الوطنية تجد عندي نمسة لهاي القضية وفي القصائد العاطفية تجد يا أخي صعب من أنت تلقي في إنسانة واحدة الإمرأة الحسناء والوطن وأنت في غربة وتفقدهم اثنينهم في ثانية واحدة وأنت في غربة. كانت مرحلة قاسية في أي كانت قاسية. بكيت بيوم وطفيت العيون بكيت بيوم وطفيت العيون بيوم الفرقة حلفت اليمرون عشق عمره وحياتي وما ظن يهون ولا أرحموني من بعد اللي يلومون ردت ما عوف فقلت شلون أعوف
وبعد ما أميز صرت بالقوة أشوف، وصار بين عيوني وبروحي يطوف، راح ويا الراحة والماضن يجون. بكيت بيومها وطفيت العيون. الله عليك حبيبي، صح لسانك. طبعا الأغنية كانت من ألحان الفنان منير المعن، وغناها الأخ الكبير والصديق الفنان الكبير قاسم السلطان. قاسم السلطان، نتعمق أكثر بتفاصيل. أعتقد أيضا توزيع الفنان الأخ والصديق منير جعفر. اليوم إذا تعمق أكثر بتفاصيل هاي الأغنية، في موضوع مشترك بينك وبين الشاعر الكبير نزار قباني. نزار قباني حب بلقيس، وجد بلقيس البغداد وماتت. كذلك لبيد هاني. لا بدون تفاصيل كاملة. لبيد حب إنسانة. بدون تفاصيل كاملة ترجعك يعني. لبيد احكي لنا عن هاي الأغنية أنت كاتبها ودمعت عينك عليها. هي مو بس هاي الأغنية. حقيقي. هي يا أغنية ما كاتبها لهذا الموضوع. دموعك عزيزة على قلبي، أنت صديقي وأنت شاعر غنائي مبدع، وخلال مسيرتك أنا متابعك صديقي أنت. ما لقينا أغنية هابطة، أغنية مثيرة للفن العراقي، أغاني موفقة. أحب لك أغنية لباسم العلي، شكت بالكم مو كفاية، اسمها مو كفاية اللي كسرت الدنيا للفنان باسم العلي. وشعاتبكم مو كفاية يا حساسة سنين عمر. وليست فقط هاي الأغاني، أغاني كثيرة وكبيرة غيرها يعني. الحمد لله. الآن من الأعمال جاي، نزل قبل أيام الفنان سيمور جلال أغنية أمي. الفنان محمد فارس أيضا على روتانا كانت أغنية يلم فارق قلب ما يحمل فراق. أيضا أغنية الفنان سامة ناجي أيضا على روتانا أغنية هاي جروحهم تشهد عليهم أصبر إلي أحد. الله عليك. مثلي ما صبر أحد ولا يوفون، ذول الماوفوا لي أثر طعناتهم بي، كلها صيح شعلي ولا يوفو. الله عليك. كلمة أخيرة لمشاهدين وأعمال جديدة قبلاني مع الفنان كرار صلاح، مع حسام الرسام، قاسم السلطان، محمد عبد الجبار، ما شاء الله، وقائمة طويلة يعني. أرجو المعذرة من اللي يعني ما يعني مو نسيتهم، بس ما راح يصير مجال نعدد الأسماء. كلهم نجوم وأنت مبدع. كلمة لمشاهدين قناة الرشيد ولبرنامج أخطائي. شكرا لقناة الرشيد، شكرا لك يا نزار الحبيب الأخ والصديق. برنامجك رائع، أنا متابعة من أيام ما كان البرنامج إذاعي، الآن تلفزيوني ما شاء الله، والبرنامج رائع، فكرة رائعة، عنوان البرنامج رائع، أنت رائع، الأستاذ المخرج رائع، والكادر كله حلو ما شاء الله. أتمنى أنه كنت ضيف خفيف ظل، وأتمنى أنه أسعدتكم مثل ما أسعدتوني حقيقة يعني. الله يفوز. شكرا لك، شكرا للكادر، شكرا للجمهور والمشاهدين جميعا. أوعد كل الجمهور والمشاهدين أن أكون عند حسن الظن دائما إن شاء الله. شكرا لك شعرنا الجميل لبيد هاني، أغانيك جدا جميلة ولك بصمة جميلة في حياتنا. تحياتنا لك، تحياتنا لكم مشاهدين الكرام، أتمنى لكم حياة جميلة وسعيدة من كل قلبي. إن شاء الله نتعلم من الخطأ، مو عيب من الخطأ، أنت بشر تخطأ، بس إن شاء الله نتعلم من خطأنا. تحياتنا لكم، أحبكم. نزار الفارس في أمان الله. يوم الفرق حالفتين يمرون، عشيت عمري وحياتي وما